فلسطين وعزام الأحمد يطلع أبو الغيط على تطورات الأوضاع في فلسطين. أطلع عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط على آخر المستجدات السياسية والحراك الدبلوماسي الفلسطيني. استعرض الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية وما تتعرض له عملية السلام المتعثرة، خاصة في ظل الهجمة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المدينة المقدسة واللاجئين ومحاولة إزاحتها عن الطاولة ضمن مؤامرة تصفية القضية التي تسمى صفقة القرن. أكد أيضا على أهمية الدعم العربي في تعزيز الموقف السياسي الفلسطيني للتصدي لكل المؤامرات الهادفة للنيل من الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية. معنا للتوضيح هاتفيا السيد السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. ألو، صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح النور يا استاذ حازم. طيب سيد السفير، لو سمحت احنا بقى عايزين يعني توضيح في المجمل او تعليق من حضراتكم على لقاء عزام الاحمد بالسيد احمد ابو الغيط امس الاربعاء. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل عام وانتم بخير. حضرتك طيب. 6 اكتوبر وهذا النصر العظيم الذي يستحق الوقوف امامه وتعلم العبر من هذه النتيجة الطيبة. شكراً والذي لكم. يمنح الأمل بإمكانية تحقيق السلام في المنطقة وخصوصا في شأن قضية فلسطين. تفضل. اللقاء جرى بالأمس ما بين السيد عزام الأحمد والسيد أبو الغيط في إطار مسؤولية جامعة الدول العربية عن رعاية المصالحة الوطنية أو الوفاق الوطني، حيث أن الرعاية المصرية لملف الوفاق الوطني هو في إطار تكليف جاء من جامعة الدول العربية. أيوة. وبالتالي أمين عام الجامعة العربية يجب أن يكون في صورة التطورات أو التدهورات التي تحدث في هذا الملف باعتبار المسؤولية القانونية من جانب الجامعة العربية. الجزء الثاني له علاقة في إطار سلسلة القرارات التي صدرت عن المؤسسة العربية اللي هي الجامعة والتي تتعامل مع قضية القدس وتتعامل مع اللاجئين وغيرها من القضايا، وبالتالي هذا يحتاج أيضا إلى تنسيق مواقف. هنالك تطورات على الأرض، ما يحدث في منطقة الخان الأحمر وهي شرق مدينة القدس المحتلة، محاولة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على شرق المدينة حتى يمنع إمكانية حصول تواصل ما بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبما يمنع أيضا قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها. طيب، كل هذه الإجراءات تحتاج إلى إعادة توضيح للأطر الدولية ومن بينها جامعة الدول العربية حتى تكون على اطلاع بالتفاصيل. تمام. طيب خليني بقى أخد كده بس من كلام حضرتك سيادة السفير، حضرتك قلت الاطلاع على التدهورات مش التطورات اللي حصلت حاليا في الشأن الفلسطيني. التدهورات دي تمام، وخصوصا طبعا في الخان الأحمر. التطورات والتدهورات. حضرتك شايف التدهورات دي ازاي وكيفيه السيطره عليها؟ يعني خلينا ان انا اقول مثلا الحل فيما بعد او يعني السيطره على التدهورات اللي موجوده دي والاستفاده من التطور في ظل ايضا خلينا نقول في ظل رعايه الجامعه العربيه وفي ظل رعايه يعني الجانب المصري للشان الفلسطيني. ملفين حضرتك طرحتي، الأول له علاقة بالخان الأحمر والثاني له علاقة بالوفاق الوطني. فيما يتعلق بالخان الأحمر واضح أن هنالك إصرارا إسرائيليا على السيطرة على هذه المنطقة، وكما قلت لهدفين. الهدف الأول هو منع إمكانية حدوث تواصل ما بين شمال الضفة وجنوب الضفة، والثاني هو قطع الطريق أمام تمدد منطقة شرق القدس بما يعني سرقة هذه الأرض وربطها بالطريق الواصل بمستوطنة كبيرة اسمها معالي أدومين والتي تسيطر على هذه المنطقة من الجهة الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية، وبالتالي يصبح لا مجال لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة مع بعضها. هذه سرقة أراضي وسيطرة وتمنع التواصل كما قلت ما بين هذه الأراضي. تمام. وبالتالي نتيجة المقاومة التي تحدث على الأرض ونتيجة أيضا المقاومة الدبلوماسية بمعنى عملية شرح المواقف للدول باختلافها أدى إلى إرسال عدد من الدول رسائل ومن بينها ألمانيا
إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف أي إجراءات ضد منطقة الخان الأحمر. إذن هذا يؤتي نتيجة، صحيح أن الموضوع طول وأخذ وقتا طويلا ولكنه يؤتي بنتيجة، فالتواصل مهم. تمام. فيما يتعلق بالملف الخاص بالوثاق الوطني المصطلح على تسميته بالمصالحة، هنالك رعاية مصرية كريمة، هنالك محاولة أخيرة الآن تحدث من الجانب المصري بالتواصل مع قيادة حركة حماس بهدف أن تقوم حركة حماس بتسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية حتى تبسط نفوذها وتستطيع أن تقدم الخدمات في داخل قطاع غزة كما يحدث في باقي المناطق الفلسطينية. طيب. برأيي أنه حتى الآن لم يحدث نتائج تبشر بأن حماس يمكن أن تقوم بمثل هذه الخطوة، حيث أن التصريحات التي تصدر عن قيادات حماس خصوصا في داخل قطاع غزة تقول بأنهم يقومون بإجراءات لزيادة السيطرة، سيطرة حماس على قطاع غزة ومنع إمكانية أن تمارس الحكومة عملها في داخل قطاع غزة. تمام، بس يا سفير حضرتك تتفق في الرأي اللي بيقول أن لا، يعني الأزمة لن تحل إلا في حالة الوفاق الوطني وأن يعني تكون فصائل الدولة الفلسطينية على قلب رجل واحد. سأفاجئك وإن قلت لك لا، هذا غير صحيح. ليه؟ الوفاق الوطني أمر ضروري، وأن تجمع شمل الفصائل الفلسطينية هذا أمر ضروري صحيح، ولكن يجب أن نعرف الحجم الحقيقي لحركة حماس، ويجب أن نعرف أيضا الحجم الحقيقي لباقي الفصائل. الفصائل الفلسطينية كلها تمثل نسبة تزيد عن 90-92% من إجمالي الشعب الفلسطيني. تمام. نتكلم على حركة ضئيلة وزنها في الشارع بين الناس يتضاءل يوميا، وأنا أدعي أن هذا الحجم لم يعد يزيد عن 6-7% فقط من إجمالي الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني أين الإشكالية في أنه أنت عندك معارضة بهذه النسبة؟ في كل دول العالم المعارضة تزيد وتصل إلى 40-50%، وبالتالي هؤلاء لم يعودوا ذوي تأثير في الشأن الفلسطيني بالقدر الذي يعتقد البعض. أنا أتحدث من الجانب السياسي، هم لديهم قدرة فقط على تخريب أي اتفاق من خلال إجراء عدد من الأفعال أو الأحداث التي تختلق على الأرض تخريبية تؤدي إلى إحداث توتر على منطقة الحدود وغيرها. يعني سيادتك شايف أن ما فيش مثلا شيء أو خطوات مبشرة لحالة الصلح، وأن الصلح مش هو الحل الوحيد بالنسبة لحضراتكم؟ أنا أقول بأنه الوفاق الوطني مهم وضروري جدا، ولكن بس هو مش الحل الأساسي. لا لا، ليس بالحجم الذي يعطل أن يكون هنالك حل سياسي أو أن يكون هنالك علاقات ما بين دولة فلسطين ودول مختلفة من العالم. لا، الأمر ليس بهذه الصورة. في تضخيم كبير في وسائل الإعلام، وأنا أقول مؤكدا مش أدعي، أؤكد أنه حجم حماس يتضاءل يوميا في داخل قطاع غزة وبين أوساط الشعب الفلسطيني، وبالتالي نحن نريدهم أن يكونوا جزءا من الوفاق الوطني، ونريدهم أن يكونوا جزءا من النسيج الوطني، ولكن هم مش عايزين. طيب مع السلامة، يعني ليست قضية كبيرة في الحجم الذي يعتقد العالم أنه حماس شيء كبير أو ذات حجم كبير في الداخل. ولا واحد في قطاع غزة بيحب يشوف خلقة حماس، ولا بيحب يشوفهم موجودين بين الناس، ولا بيحب ان يسمعوا. امال سيادتك شايف الحل في ايه؟ حل سياسي فقط؟ الحل سياسي، والحل من خلال السلسله. انا ادعو بصراحه وبوضوح الى سلسله من الاجراءات التي تقوض حماس وتنهي سيطرتها على قطاع غزه وتنهي وجودها في الحياه السياسيه الفلسطينيه، لانهم اذونا اذى شديدا وانتهى دورهم عند هذا الحد، لأن دورهم تحول من دولة. أزوكوا أنتوا فتح ولا أنتوا دولة فلسطينية؟ إحنا كشعب فلسطيني، كشعب فلسطيني، كل التنظيمات وكل المؤسسات تذوب في مقابل مصلحة الشعب الفلسطيني. تمام. هؤلاء قتلوا الناس في الشوارع، سيطروا على البلد، سرقوا مقدراتها، وفعلوا كما فعل ذلك المحتل السيء. وبالتالي أنا بالنسبة لي اللي عايز يكون جزء مني ويكون مسؤول عن قراري أنا كشعب لازم يكون مني، لازم يكون يرعى مصالحي. هما اللي انت تمام. على اي اساس تقول انا لي اخ اكبر يراعي مصالحي؟ لماذا انت تحبه وتحترمه؟ انت كيف تقول انه انا هذا مسؤول عني، هذا جزء مني، هذا والدي، هذا اخويا، لما يهتم بي؟
إنما لما يكون يؤدي إلى أذى كبير ومباشر للشعب الفلسطيني، لا والله مع السلامة، يعني مش ضروري أتمسك فيه. أنا بحبك بس حبني، إنما أنا أحبك وأنت ما بتحبنيش وبتأذيني، مع ألف سلامة. ولم يعد هنالك مبرر بوجودهم في ذرة من أي سلطة أو من حكم في الفترة المقبلة. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح. ده كان رأي السفير حازم أبو شنب وتصريحاته الخاصة طبعا، واللي قال رأيه فيها واضح وصريح في حركة حماس.